عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. معكم فريق حساب، فيديو جديد ورياكشن جديده. الرياكتيو على التراك ديال ويكس ديال دورك جاي. كم شباب كم مره بيكتبوا لي في كومنتات شي اعمل لنا التراك هذا التراك هذا. نشوفوا ويكس في تراك دورك جاي. يلا نمشي يا شباب. نشوفوا التراك ديال ويكس دورك جاي. بس قبل ما نمشي نضغط على بلاي، ما تنساش تنزل تعمل لنا اشتراك ولايك وتدينا كومنت حلو، وحنا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن بتاعكم، وهذا اللي عايزين ان شاء الله. وقريبين ان شاء الله نوصل للألف مشترك، ما تبخلوش علينا بالاشتراك. شكرا شكرا لكم كثيرا، شكرا كاع للشباب اللي بيدونا كومنتات وبيعملوا لنا لايك وبيشجعونا على اننا نبقى دائما ماشيين في الجيم في الراب سين المصري. يلا شباب نشوفوا ويكس دورك جاي. مين هذا اللي دوره جاي؟ الله اعلم. يلا شباب يس، ضغط على بلاي، اعطينا الصوت. يس يا يا اي او اي 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 دورك جاي. ضفتنا تعشر المصابيح يا سمك شعر يا مصابيح دباب سان المعطيع. لو انت بابا طب انا مين؟ مش نفس اللون ما نتسوي يا لحمنا يا ما تستوي. قلت الحلو النسكوي صدري واسع واحتوي. شغل شغل الحق السنة العين بالعين والدية طلق شمال أفر كان حركة أيوة. مرة شدة واسد واستكركر عالتلفزيون وعالثبات مفكوش الرجاء بعد شنات. انتوا عارفوا في الشماعات نص تراب نص برام ورديات. انا سني صغير عمري قصير طفولة جافة عليك اتغير. انا عالحق وراسي متحير قاطع ودني كله مقير. يا غزلتي يا سهرانة يا سلام يا سلام. انا مصرف عالصالة كعوبي نايكي وغدارة طلع الشاية طلع الغبية. العب بالغزالة العب بالسبعمية من غير ما اتمرن يا العب بالغزالة والعب بالسبعمية يعني العب بالسكين وبالمطوة. يا سلام. خمسة وردية نجاية وخمسة متراس جاية تحية وصلة بدري للجهات الخطر مش تحية للرجالة اللي تاكل لي زلط ياكل معانا بطل ونجوع لبط في جطة تيرقضي عطارة العب جاي بكدورك ضارب من كله انا ضارب حي شايف سحاب. انا مغيب انا مغيب بلا حي قلبك جاي بدورك جاي ضارب من يا كله سلام. انا ضارب حي شايف سحاب. انا مغيب انا مغيب بلا حي على الاساس اجي من شي على الحديده اجي من الليل على يا سلام. لا 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 تراك يعني نيجي نشيل على العيال تيجي ميل ضفتنا تعشر المصابيح يا سمك شعر يا مصابيح ضباع بسعر المقطيع. لو انت بابا طب انا انت بابا مش نفس اللون ما نتساوي لو انت بابا. المهم انت الاخر انت الاخر باش عشان تستوي شباب بيزعل من الكلام بس مش مشكله بعدين. يا سلام. شغل شغل الحق صنع العين بالعين والدية طلع شمال افرق الحركه بركه مشده واسد واستكركر فارس كفتا قايد مافيا ادفنا في وشه في عينه الطافية بطني شبع النية صافية. يا سلام. العين مليانة صهدة راسينا الغرام يا ام حسن زمن سنين كتير بيلوكو حلو. فيديو كليب البلوات يعني خطيرين. يا سلام. على يسر على افاك اللوجو باسمك ولا يغر نفذ ما تأمر انت تغل وما بتسرش بتلهوج ما بتصبرش مخك جثه ما تعصرش ما تعصرش ما تعصرش. ضفتنا تعاشر المصابيح يا سمك شعر يا مصابيح تطع بسعر المقطيع. لو انت بابا طب انا مين؟ مش نفس اللون ما نتساويش ثواني نايه ما تسويش. قلت الحلو النسكوي شغل الشغل الحق yes. صنع العين بالعين والدنيا hey. طلع شمال افرك الحركه بركه مشك دواسه دوست كركر فنان فنان فنان. يا سلام. معانا بطل
يا سلام. لا لا حلو 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 تكاتك وال يس 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 جود 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 جاب جود جاب. اوه شاد طاقة اللي بيعجبك فويكز يا شباب، هو بيعرف 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 يمشي مع الكاميرا وبيعرف يوقف فين وبيعرف كيف يعني الكاميرا حباه في الموضوع الحتة دي بتاع الكليبات صراحة. والكليب حلو يعني تكاتك وفي الحي شعبي، يعني ما نقولوش عليه تراك بس نقولوا عليه مهرجان، مهرجانات يعني هو هذا تراك يعني مهرجان يعني مع التكاتك والحي شعبي وهذا يعني والمطاوي وهذا والسلاح يعني يعني عامل يعني هذا الشغل هذا يعني يعني مهرجانات هما اللي بيكونوا زي كذا. واقول حته ثاني يمكن هنا بيلح بالكلام على حد بس ما عرفتش انا عنده مشكل مع مين في التراك هذا بالضبط، ما عرفتش عنده المشكل مع مين. يعني جاب نوطات كذا بابا وهذه يعني يعني محمد رمضان يمكن واللي كاتب اسمه يعني ام ار يعني وبابا عنده تراك اسمه بابا وبيعمل اكشنات يعني على انه متصنف في الاكشن يعني متصنف في الممثل بتاع اكشن يعني هو عارفين محمد رمضان بيعمل اكشن في افلامه وفي المسلسلات بتاعه. هادشي اللي فهمت انا من التراك، تراك حلو بالنسبه نحسبوه بانه مهرجان، مهرجان كويس يعني جديد يعني نقولوا دخل عليه داك اللمسه بتاع التراب اللي مدخل عليه ويجز صراحه فنان فنان يعني نقول عليه بهذا الاسم هذا فنان. الفنان بتعجبه الكاميرا وبيوقف بيعرف يوقف فين ويعرف كيف يمثل على حسب التراك اللي هو عامل. المهم يا شباب لو عجبتك الرياكشن على ويجز دورك جاي، حتى انتم دوركم جاي انكم تنزلوا وتعملوا لنا اشتراك ولايك وتدونا شي كومنت حلو ونشوفكم فيديو تاني. تهلاو.